وصلنا لفقرتنا الأخيرة عن جمال والحياكة السورية اللي إلى هيك خصوصية دائما بالمنتجات. أكيد نور، مثل ما قلتي فقرتنا الختامية حتكون مع الجمال والأعمال اليدوية يلي فيها جزء كبير من الحب. لما بنعمل كل قطعة فهي حكاية خاصة. رح نحكي اليوم عن مجموعة إبرة وخيط مع السيدة ريهام دالاتي، طبعا مع لوحات القماشية المميزة اللي جابت لنا اياها. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي، إمتى بلشتي الشغل وقد صار لك تقريبا؟ أنا صار لي تقريباً 16، صار لي 5 سنين. انتسبت لخلايا النحل مع الدكتورة سحر البصير وأخذت التدريب لعدة يعني سنوات. وبعدين هلأ أنا بمجموعة إبرة وخيط بعد ما أخذت الشهادة المهنية وتخرجت. خلينا نحكي بالتفصيل اليوم عن نوع القطع يلي بتشتغليها أو تخصصتي فيها. مثل ما بنقول في نوع محدد أو في تنوع، ونحكي عن كل قطع. هلا كل قماشه إلى يعني شيء. هي بالنسبه انه الورد، انا حبيت اني نسق معها واعملها جلاله طاوله طويله. نسقت معها انه الالوان فيها ابيض، واذا انتبهتي الخياطه انه ناعمه ولطيفه جدا. اي نعم. هي هلا فينا نقول انه بعض القطع هي كمان تدوير اقمشه، كلها تدوير أقمشة وكلها قماش. إذا بتنتبهي إنه كلها موصلة وكلها صغيرة، يعني نحنا منجيب القطعة صغيرة ومننسق بيناتهم، وننسق بالألوان ومنعملها قطعة فنية مثل هاي جلالة طاولة صغيرة. على أي أساس بتختاري يمكن الرسمات والألوان؟ حسب ذوقك، حسب طلب الزبون، ممكن احيانا حسب الموضه، كيف بيتم اختيارك؟ إيه معقول، بس انه بدك الواحد بده ينتبه على نوع القماشه. القماشه مثلا هلا هي تفرض قطنية. اوقات القماشه إيه القماشه القطنيه عملتها سجاده انا. جبت كل الالوان القطنيه كثير عملتها سجاده. ممكن بنحط الاولاد تحط بيركن تحت طاوله او بالغرفه، بتطلع كثير حلو بديكور البيت. هلا فينا نقول القماشه بتفرض عليكي شو هي القطعه؟ يعني هلا عم نشوف مثلا مثل هيدي، هي القماش هو اللي بيفرض عليكي شو القطعه ولا انت بتختاري؟ ايه معقول، هذا من نوع القماش الجلد تبع الجواكيت الرجالي. ايه لقيتها قطعه صغيره ساويتها جزدان حلو. هي قماشة سادة من قمايش التنجيد، هي صغيرة حبيت أعملها زايدة. إيه حبيت أعملها ممنوع كبشي. إيه مخدة صغيرة حلوة، والشجرة شجرة حلوة خضار ومن لون الطبيعة. وعم نشوف فرح، يمكن القطع هي كلها تدوير أقمشة بس مبينة قطع جديدة. تمام. يعني هي القطعة مثلا والقطعة اللي جنبها هي طقم تبين لما بدك تحطيه عندك على الطاوله او اغطيه مخدات انه هي قطعه جديده. هيدا الجميل بمجموعه ابره بخيط ولا مجموعه نحلات سوريا، عم يعلموا كثير من القصص. هي اعاده تدوير اشياء لتصير تحفه فنيه عند الست ربه المنزل، لانه كمان الاوضاع الاقتصاديه منا سهله وصعبه، فانت فيكي تبدعي شوي ببيتك ضمن الامكانيات الموجوده. هلا اول ما تدربنا بالقماش اللي عنا، بس بعدين صرنا نحتاج انه ناخذ القماش من عند منجدين، من عند مثلا مساطر ناخذ. بنستعان بخياطات، مثلا جاتي خياطه بتعطيني قماش كثير حلوه. هي القطه كمان لقيتها حلوه، قماشه هي صغيره كثير مهضومه، عملتها لحفيدتي تتفاجئ فيها. في هي الشفافه مثلا جبت نفس اللون وعيونها زرق. ايه حلوه. كمان خلينا نشوف قطعه في هي قماشه شفافه عملتها مثل المزهريه وورود من نفس القماشه. اغطيه الطاوله كمان. ايه اغطيه الطاوله. صرنا كمان نعتمد هلا على الخط العربي. عم نساوي مخدات، عم نساوي شراشف طاولات كثير حلوين. يمكن عم يكون في طلب عليهم كثير بالسوق، يعني الاشكال الغريبه الخط العربي عم يدخل بكثير من القطع القماشيه اليوم. البعض كمان يمكن نور بيختار العباره اللي هو بحبها، ممكن يحطها ممكن تعطيه هيك شويه طاقه بحطها عنده بالبيت. هلا دمشق مثلا، عشقي، الشام، كل هذه الكلمات اللي بنحبها عم نساويها. هدول القطع يمكن اذا بدنا نقول قديش بياخذوا منك شغل؟ يعني كل قطعه اكيد يمكن في لها تفاصيلها الخاصه.
هلا اول شيء بتعتمد على التصميم، انه بشوف انا القماشه نوعيتها سماكتها، بعد منها بقول انه لازم انه هلمت الهي مخمل مستحيل انه تصير غير مثلا جلاله الطاوله. تاخذ وقت كثير فينا نقول؟ كيف؟ تاخذ وقت كثير حسب على هوا وقت الفراغ يعني ملونه كمان يعني كذا قطعه قماش داخله فيها. يعني الوقت اكثر شيء انه وقت الفراغ قديش عندها الست وقت فراغ كثير حلوه لانه داخله مثل ما قلتي فرح يعني اكثر من قماش. عم نشوف المخمل مع القماش الذهبي ففعلا بتلاقي مثل لوحه فنيه بترسم الصبيه. تمام، انا بشوف انه يمكن اختيار الالوان المتناسبه مع بعضها هي 90% من جمال القطعه. اكيد صحيح. يعني نور ما بنجيب يمكن لون من الغرب ولون من الشرق مثل ما بنقول، لازم تكون كثير الالوان متناسقه مع بعضها ونوع القماش كمان. نعم. هلا انا دائما يعني بيقولوا لي عندك تنسيق الوان حلو. تمام، هي القطعه كثير الوانها حلوه. كثير حلوه. كتير حلوة، كتير حلوة والقمايش الداخلة اللي فيها كتير حلوة. هلا عم تلاقيها انه مختلفة هي بس صحيح. يعني عم شوف الملمس هي نفس النوع بس عم تعطي تمويجة لأنها مخمر. تمام، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك. كتير القطع مميزة، واليوم حلو يكون عندنا مشروعنا الخاص، يمكن 5 سنين من العمل هيئتك لحتى تكون هي مصدر دخل لك تعتمدي فيها على نفسك. إيه أكيد، هلا عم بشترك بالمعارض، عم بشترك بالبازارات دائما، يعني وين في معرض دائما مع صديقاتي بالمراكز الثقافية دائما منكون سوا. يمكن انت محفز لكل صبيه او ست عم تتابعنا عم تقول حابه يكون عندها مشروع الخاص. شفنا بمجموعه ابره وخيط ونحلات سوريا تبني كثير من السيدات واعمالهم دورات تدريبيه، فليكون لهم فعلا مشروع خاص. لكل صبيه او ست سوريه عم تتابعنا، شو بتحبي تقولي لها كلمه؟ فيكي فعلا تبلشي من الصفر، فيكي تعملي فعلا مشروعك الخاص ويكون لك مردود مالي حتى تعيلي عيلتك واسرتك. هلا نحن بنجتمع كل يوم سبت بالمجمع الثقافي بمشروع دمار، في ورشه تدريب دائما اي يعني مو تقول مثلا راحت علي هدول تعلموا وخلصوا، لا، انت ما بتحب بتجي بنبدا معها من الصفر. نحن بنعلمها لتاخذ الشهاده الحرفيه. حلو، تمام. نحن بدنا نقول لك شكرا كثير، شكرا انه كنتي معنا لليوم، شكرا لهي اللمسه الفنيه ولهذا الذوق الحلو يلي شفناه عن جد بكل قطعه. بدي اتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا لك. شكرا لك وتحيه لكل السيدات اللي عم يشتغلوا معكم، فعلا لمسات فنيه وتحف ممكن من قطع ممكن تكون موجوده عندنا من البيت، فبدنا نوجه لهم تحيه لكل النساء اللي مشتركين معكم بالمشروع، نوجه تحيه لكل النساء السوريات. فيكي فعلا من ولا شيء فعلا تصنعي اي شيء وتعملي تحفه فنيه خاصه فيكي. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون.